السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكاب، وين تتخذ قرار صادم في حق يعني حق المنتخب الوطني الجزائري، يعني خرجة اللي خرجوها لنا. وين هذا موتيبي؟ نتوما الاعلام اللي تقولوا لنا موتيبي راه معنا، راه في يدنا، وراه صار له مشاكل مع القطاع بسببنا وكلش. وين راه موتيبي باش يدافع عليك، باش يدير، باش يفرض القوانين؟ وين راه؟ اي قولوا لنا وين راه، وين هذا موتيبي اللي نتوما تقولوا لنا هذا باش يفرض القوانين؟ وين راه موتيبي؟ اي قولوا لنا وين راه. تسمى حافظ الراجي عنده الحق، مي قالكم بلي 2025 راحت، راحت 2025، هذه هي. ويقرر بصح حنا تكلموا، ما عندنا، ما بكاش، حنا ما عندكش نتايا، هنا ما عندكش، ما عندكش حقره نورمال. يا حقرك، انا قلت لكم غادي تولوا تنحقروا، تولوا تتباكاو. انت يا دام ما غاش قراي خير منك، عندها 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 عضو في الاتحاد الافريقي، انت تنحقر، انت ما عندكش، انت جارديني ما عندك، جارديني ما عندكش، انت كيف عندك واحد برك شاب دين عمارة تروح تراسل باش يقلعوه؟ كيف انت لهنا؟ انا كي شفت هنا اجتماع، عندنا اجتماع هنا في الجزائر، هاللي داروها لو 3 فيفري، داروا ذاك اجتماع، مكاش واحد جزائري قاعد معاهم. يا ما صحيح، سي بون صحيت، حمال ليكم، هذه هي، حمال ليكم صحيتو، حقيقة هذه. قلت ما انت كيف قانونيا، قانونيا لو كان جات وخد اخر ارجاز، والله ما نلعبها، نلعب مع الصيني، نلعب مع غانا ديريكت، تحبسني انت دير لي ماتش وما تعاود دير لي ماتش، نلعب ديريكت مع غانا. تاعك باغي نتايا قالو تما راهو باين خدمو الاثيوبيا باش تفوت، وهذه بسبب ماذا؟ بسبب تصب، ما تنساوش يعني وين نتوما، وين عايرتو لافريك، المشرف تاعكم عاير لافريك في رمضان اللي فات، وليتو تتبعو فيه قاصا، وليتو تتبعو فيه لاخر كيسموه يا ربي مشاكرة. هيا وين راه مشاكرة؟ يروح لاكاب، روح لاكاب في مصر، قول لهم لا ومن راكم حاملين، روحوا وين راكم؟ كاع خزنتم، راكتو كيفاش؟ ويقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم إقامة دورة تصفوية، يعني يسبق الدور الثالث للمؤهل مباشرة لمنافسة الكان في المغرب ببرمجتها مواجهتين ذهاب وإياب بين المنتخب الجزائري وأثيوبيا شهر مارس المقبل. والله لا عيب على بالكم، عيب صح. أنا تغيظني من بعد مين تفكر باللي شكون هو اللي كان سبب في تحطيم الاتحادية الجزائرية، وشكون ماشي زاتشي يعني. ناس من بعد ولاو هما الفوق، ماشي زاتشي حل باب لتحطيم، بصح شكون اللي حطهم بعد ولاو يحكموا؟ شكون هما؟ عطيتوها لزراري، يعني زاد تجيبها من زاد تشيك وما صار تحطيم، وراهم بعد يخرجوا لك في الندوات الصحفيه يدير لك انا ما نعطيكش نخدم كلش، بصح النهار الاول يعني قلت لهم حنايا عطاو الشاك للشاب دين عمارة، قالوا له انت وصل، انتوما كنتوا تحكموا لا، والناس اللي راهم وراء السيطار مازال اليوم يحكموا، هذه باش يكون على بالكم. يوم اختو وين راهم؟ يا وين هذا المشرف تاعكم اللي خافوا منه من لافريك؟ يقصف قصف يهدر كلش، يا حباش يهدر كلش، ما تخبيش يهدر. هيا وين راك انت مؤمن؟ تعني قلت لنا بلي هذا المشرف تاعكم لسانه مشي في جيبه، في لسانه، وين راه؟ وين راه؟ كنتو تطلعوا، كنتو تحشولوا، انا نقول لكم كنتو تحشولوا، دايرينو صعيب، كنتو تحشولوا، انا نقول لكم طيحتوا على راسه. ايا وين راكم دروك؟ اكتشو دروك، اكتشو حقره ديرك، حقروك ديرك. وين تعقل كنا نقول لكم بلي يا ودي حافظوا عليها كرجال، حافظوا عليها رجال يا ودي حافظوا، بصح لا،
ما تيكون باللي حنا مشانا باغيين، لا حنا كمواطن، انا كمراسل متابع نعرف شكاين، نعرف هكا من بعيد نعرف باللي غادي تغلط غادي تخلص، تغلط تخلص. اليوم راكم تخلصوا، راكم تتباكاو، راكم تتباكاو. وديت وشديتو ديتو عقلية تاع المصريين مي كانوا طايحين على الحاج 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 الحاج، انتوما فاليد ضروك حاجة اللي تصرا لقجع لقجع يا ودي لقجع يخدم في بلاد هو لقجع، انت لقجع حقكم كاع ما تهدوش. سكتو سكتو لاخاطش انتوما لي صفقتو عليه النهار الاول، واه لله صفقتو ولا ما صفقتوش؟ قلنا لكم حنا قلت لكم اودي انا لقجع غادي يخدم بلاده يا جماعة، راكم عاقلين عليها؟ كل قجع بيخدم بلاد جاي جاي راه راه جاي باش يخدم بلادو باش يبين علامه باش يبين، ما عادش يجي يخدمك انت يقول لك بروغرام ولا منا، خاص يدير لك بروغرام تاعك، بروغرام تاعك ديرو وحدك تحكم انت. انتوما في لافريك عباكم بلي افريقيا كامله على بالها بلي مدرب يحكم فيكم، يحكم في الرياضه الجزائريه على بالهم، على بالكم على بالهم بلي مدرب ما يعرفش يحط تاكتيك دو جو ما بين الشوطين يحكم فيكم انتوما، على بالهم على بالكم على بالكم بلي على بالهم، على هذيك باش مقيمينكم، على هذيك ما جايبين عليكم كاع، هذه هي باش يكون على بالكم باش تديروها مليح في رسالكم. هذه هي الحقيقه، انتوما تبغوها هكا مليح حالكم، قولوها قولوها مليح، فوتوها مليح، عليا فوتوها مليح باش تحسوا بها، حاش ما شفقتوش على الجزائر، نتوما مسؤولين في الرياضة ما شفقتوش على الجزائر، روحتوا وليتوا تحفروا على الحاج، هذاك هذا المشرف هذا ولا ضد الحاج، ولا ضد الحاج، تا ولاو يخرجوا هذو لي باطار في اليوتيوب، ياه باطار في اليوتيوب تجيب تصويرة. يجيب تصويره يدلو هاك لقد كشف امرك حافظ الراجي، هيا لا تصويره مع حافظ مع 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 الحاج راوراو، ومن بعد وتصور معاه ما يتصورش مع هذاك، هذاك مسؤول في الجزائر هذاك مسؤول يتصور معاه، هذاك بو كلبه، هذاك المخنث يظلي زراري يظلي يبزط لزراري يبزطوا له زراري، وبعد جاو يهدر في راجل تهدر في راجل نتايا، هذو لي باطار هذوك لي باطار كاع مربي لي باطار. هيا وين راكم اليوم؟ هيا هضروا خرجوا هضروا، روحوا ديروا احتجاج، ها وين راكم؟ روحوا ديروا احتجاج، هيا ديروا احتجاج، ها راه وين راهم؟ قايا راهم هاي هذه كيما حقره ديرك حاقرينكم، هم حاقرين الجزائر نورمال، هيا وين راهم الرجاله تاعكم؟ هيا بينوا الرجاله تاعكم، اللي كنتوا انتوما لا فلان زفيزف عنده منا عنده في يده ناجح، هيا ورونا هيا وين راه؟ هيا وين هذا المشرف تاعكم اللي خافوا منه لافريك من يقصف؟ لا ماشي يقصف، يقصف قصف، هيا وين راه؟ هاو جات بلا بلا، هاو ما جات بلا بلا، جات خدمة بوي، جات خدمة، جات رجلة، جات رجالة، هاو شوف خدم، يعني نقول لكم كلمة خدمتو خدمة، خليها تيطردقوها الرجالة، خليها تيطردقوها الرجالة. يجيبوها من يجيبوها من اللي ينزل، شكون هو اللي ينزل الاذاعه الوطنيه من الطياره ويجي جاي ويجي جاي، كاين بزاف صوالح. شكون اللي تامر خارجيا مع السيد الحاج محمد راوراوا باش ما يعاودش يولي الاتحاديه؟ كاين مواليها هنا وانتم ما تعرفوا شكون الذي اضعف الاتحاديه وافقر الاتحاديه؟ بيشو، من بعد تبان لكم شكون هو بيشو، من بعد، وبحسب الكثير من التسريبات السابقة كان من المفترض أن يواجه المنتخب الجزائري منافسه منتخب غانا بعد إقصاء الكاف لمنتخب الكونغو دون ملاقاة منتخب إثيوبيا، يعني أكتشو كيفاش واخد، المهم إي واش راه صاري فيكم تستاهلوا، تستاهلوا تستاهلوا، تستاهلوا أكثر من هكا. على راني نقول لكم راني خايف كون الا قعدتو كيما هاك قاعد تزروينا كوب دي موند يروحوا 20 وما تروحوش، على بالك بيان تاكي غادي يخيطوا لك ولا انا نقول لك
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو صافي.